عايزين بقى يعني نشوف او نتكلم مع حضراتكم عن نقطه في منتهى الاهميه. في ناس كتير دايما بتعاني من الام في الرقبه نتيجه ارهاق في العمل، نومه مش مظبوطه، حركه خاطئه عنيفه سواء في تدريبات او حتى بره اطار التدريبات. عموما دي دايما من الشكاوى اللي شبه ثابته عند ناس كتير جدا، السواقه باستمرار، كفيه الواحد على اللابتوب واعمار مختلفه يا كريم طبعًا. يعني هي حتى مش مرتبطه بسن حد طبعًا. كبير في السن لا، ده اعمار مختلفه طبعًا. فعلا بيعانوا من مشكله الرقبه دي. عشان كده قلنا ايه بقى، قلنا نشوف مع حضراتكم هذا الفيديو جراف عشان نتعرف من خلاله على مجموعه نصايح تساعد على تجنب الام الرقبه. اتفضل. انا قريت محدش ينام على بطنه وهو نايم، ده ناس كتير جدا بتنام على الوضعيه دي اصلا كتير جدا. غلط مش مظبوط. ما خدتش بالي، بتتكلمي جد والله؟ ايوه غلط. ده انا منهم. ايوه بقول لك. والجنب وساعات على الجنب اللي برضه. طب